السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير ورؤية تقبيل الميت في المنام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير رؤية تقبيل الميت في المنام للنابلسي وابن سيرين. رؤية الميت غنيا فوق غنى في المنام يدل على حسن الخاتمة والعمل الصالح والمكانة والمنزلة العالية في الجنة. رؤية الأموات في ثوب جديد في المنام يدل على تجدد الحياة وعلى العيشة الطيبة. رؤية تقبيل الميت في المنام يدل على كثرة الخير والمنافع التي يحصل عليها الحي من الميت كالميراث. رؤية تقبيل الميت في المنام للعزباء يدل على الخير الكثير والمنفعة التي تحصل عليها من مال أو علم. رؤية احتضان الميت في المنام للفتاة يدل على طول عمر الفتاة وصلاح حالها. إذا رأت الفتاة أنها تقبل ميت مجهول يدل على قدوم الخير والمنفعة للفتاة في حياتها المستقبلية. رؤية تقبيل شخص ميت معروف في المنام يدل على تحقيق أمنيات في الحياة وعلى اقتراب زواجها. تفسير رؤية الميت في المنام للمطلقة يدل على الفعل الحسن وعلى سماع أخبار مفرحة. وإذا رأت المطلقة أن ميت معروف يقبلها ويعانقها يدل على زوال الهم والقرب وتحسن أحوالها المعيشية. ورؤية تقبيل الميت بشهوة في المنام للمتزوجة يدل على الحصول على المراد وعلى تحقيق الأمنيات. إذا رأت المتزوجة أنها تقبل ميتا مجهول يدل على حصولها على مال. إذا رأت المتزوجة أنها تقبل ميتا معروف بشهوة يدل على حصولها على ما تريد استقرارا حياتها الزوجية والأسرية. وأيضا تفسير رؤية تقبيل الميت للحامل. إذا رأت الحامل أنها تقبل ميت معروف يدل على تيسير الولادة وسهولتها وعلى زوال الألم والمتاعب. إذا رأت الحامل أنها تقبل ميت مجهول يدل على الخير الكثير وسماع أخبار مفرحة. وأيضا تفسير رؤية تقبيل الميت في المنام للرجل. تفسير رؤية تقبيل الميت في المنام للرجل. لو رأى الرجل أنه يقبل ميت فهذا يدل على فتحة خير ورزق كثير سوف يأتي إليه. وإذا رأت الحامل أن ميت معروف يقبلها يدل على تيسير الولادة وسهولتها. إذا رأت الحامل أن متوفي يتحدث إليها يدل على الصحة الجيدة وطول عمر لها ولوالديها. رؤية تقبيل الميت للحامل يدل على الراحة بعد التعب وعلى سعادة المولود. رؤية عطف الجوافة في المنام للحامل وتقبيل الميت يدل على سعادة المولود. ورؤية تقبيل الميت للحي في المنام يدل على كثرة صدق الحي للميت ووصول ذلك له من مكانه ويدل على زوال الهم والقرب للحالم. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير رؤية تقبيل الميت في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم وأتمنى تدعموني باللايك كل اشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.